اليوم بنطل عليكم من عنوان تعليم الموسيقى والعزف من معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. رح نتحدث من خلال فقرتنا اليوم عن معهد الموسيقى، ونتحدث أيضا عن المخيم اللي تم تنظيمه من قبل المعهد من أجل إنتاج وتطوير الأوركسترا العربية والمشاركة أيضا في عروض محلية وعربية. للمزيد من التفاصيل تابعوا تقريرنا لليوم. فكرة موسيقية جديدة وتشكيلة موسيقية جديدة مش موجودة لا في فلسطين ولا بالعالم العربي ولا بالعالم. الفكرة هي تكبير من الأساس، من الأصل. الأصل كان تخت شرقي، أنا بحكي على قبل 100 سنة، تخت شرقي وآلة من كل الآلات العربية التقليدية. ولما تكبرت المجموعات، الفرق الفرق العربية كبرت بشكل برأينا غير متوازن. ظلوا العود عود والقانون قانون والناي ناي وهكذا، والبزق كتروا الكمنجات مقابل هذه الآلات. صرنا نسمع نحن صوت جديد في العالم العربي. إذا نرجع للتسجيلات 20s 30s القرن الماضي كان شكل، 40s 50s صرنا نسمع شكل تاني. صرنا متعودين على شكل اللي بطل يسمع الآلات العربية بشكل واضح، ودائما لازم نكبر الموسيقى بميكروفون وسماعات عشان تنسمع. عم نقول احنا مقولة جديدة انه ممكن العزف بشكل جماعي. اول شيء تكبير الالات، بمعنى بدل عود واحد 20 عود، بدل قانون واحد 10 قانون او 15 قانون، وهكذا حسب الالات، حسب التجربة الصوتية اللي عملناها، قديش بدنا مقابل قديش من كل آلة. وبتعزف بقاعات بدون تكبير صوت، فالناس بتسمع 20 عود لاول مرة بيعزفوا مع بعض، لحن مقابل 12 قانون 10 قوانين حسب القطعة، وهكذا بالآلات مختلفة. بالتالي صار في 70 عازف من الآلات العربية الأساسية، صارت أوركسترا عربية. صوت جديد مش معناته هذا هو الصوت اللي لازم يكون بس، ولكن هو صوت جديد عم نضيفه للموسيقى العربية من فلسطين. المعهد الوطني للموسيقى يعني هو له أكثر من 30 عام حامل رسالة نشر الموسيقى والتعليم فيها وإعداد يعني كوادر موسيقيين في المستوى الفلسطيني، ونشرها بغرض أنها توصل لكل بيت فلسطيني من خلال التعليم ومن خلال المهرجانات والأنشطة المتعددة والمختلفة. اليوم إحنا موجودين في هذا المخيم اللي هو أعد خصيصا للأوركسترا العربية. هذه الأوركسترا العربية مشروع أطلقه المعهد من 2-3 سنين، وإحنا عم بنراكم في هاي التجربة كتجربة صوتية جديدة تجتمع فيها الآلات الشرقية، الآلات العربية تحديدا كلياتها، في عرض موسيقي أوركسترالي موحد بإيقاعات بتناغم وتجانس بشكل طبيعي دون تضخيم للصوت وما إلى ذلك. هذا البعد الفني والتقني اللي بنعتبره إحنا محاولة وتحديث وتطوير في الموسيقى العربية الفلسطينية، يعني هي إنتاج فلسطيني ولكن هي في إطار الثقافة العربية وإطارها الأوسع. Thank you.
صراحة فكرة الأوركسترا فكرة كتير كانت حلوة وجديدة وغريبة، يعني أنا عزفت في أوركسترات كانت كلياتها آلات غربية، فكانت فكرة كتير حلوة إنه إحنا نعزف مع آلات شرقية، قانون، بوزوك، عود وإيقاعات، اللي غيرت شوي صغيرة من النمطية اللي إحنا دائما نسمعها في إنه الفرق الكبيرة دائما لازم تعزف موسيقى غربية. بالعكس إحنا دخلنا أو دخلت هاي الآلات الشرقية على هذا النمط، خلينا نقول الكلاسيكي للموسيقى، واللي خلى يكون إشي مميز، إشي فريد، إشي مش موجود في كتير من محلات العالم. الموسيقى اللي كمان اللي احنا عم نعملها موسيقى مميزة، موسيقى جديدة انكتبت خصوصي لهذه الفرقة، فهذا الاشي كمان بيعطي الموسيقى والعرض اللي احنا رح نعمله طابع مميز، طابع فريد، طابع مش رح يتكرر في اي محل تاني. طبعا احنا قلنا اسبوع بمقر النشاطات ببرزيت، عم نحضر العرض منوع ورح يكون عرض جميل جدا. احنا السنة الماضية اصلا اطلقنا فكرة الاوركسترا بس كانت مختلفة، السنة اللي هي الاوركسترا اللي يعني المخيم اللي فيها كان مختلف ومميز. طبعا برضو كان في مشاركة من اهلنا بالداخل، فهذا كان اضافة جميلة على الاوركسترا، لانه طبعا كل حدا فينا متعلم من معهد معين مع استاذ معين، فبالتالي بيختلف من طريقة عزفه والتكنيك تاعه، فإحنا عم نتعلم من بعض وعم نتعرف من بعض، وهي طبعا بتزيد من خبرتنا الموسيقية. وإن شاء الله كمان 4 أيام راح يكون عنا أول عرض لنا بمسرح يابوس بالقدس، وبعدين عرض برام الله وعرض ببيت لحم. الأوركسترا أول إشي في يعني عن الجزء الأحلى، خلينا نحكي إنه في من كل يعني كل نواحي البلاد جايين، من الداخل، من رام الله، من جنين، من نابلس وإلى آخره، فهذا الإشي خلانا نعمل أصلاً إنه نزيد الحس الاجتماعية اللي عنا مع الناس الأخرى ونفهم أكتر. تاني إشي هذا بعطينا كمان دروس للعزف كمان، إنه بدربنا كمان لقدام، بعطينا خبرة زيادة بالعزف، كانوا كيف نعزف على إيقاع واحد، على نغمة واحدة، على كل إشي واحد بيكون معنا. هلا العروض هي رح تكون متسلسلة على هاي الفترة، عروض الصيف رح تكون متسلسلة على 3 عروض اللي هم رح يكونوا يوم الخميس 20 الشهر بمهرجان يابوس في القدس، ويوم الجمعة بمهرجان فلسطين الدولي في رام الله في قصر الثقافي، ويوم الاثنين ب 24 الشهر رح يكون بقصر المؤتمرات في بيت لحم. شكرا كثير لك، عزف كثير جميل. لهون بنكون وصلنا لنهاية فقرتنا في الجولة الصباحية للتدريبات الموسيقية لمخيم الأوركسترا العربية في معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. إلى اللقاء.